طبعا يتم انتاج العديد من الوجبات ما بين من 1500 ل 2000 2200 وجبه لمراكز الحجر الصحي. تتنوع هذه الوجبات ما بين وجبات مشاوي لوجبات شاورما لوجبات تشيكن بيتزا لوجبات دجاج وارز. يتم توصيلها في موعد محدد بالتنسيق مع الجهات المختصه ايضا. اليوم طبعا سيتم توزيع وجبه غداء على المحجرون على المستضعفين في محافظة غزة، ما يقارب 1150 مستضعف في محافظة غزة.